الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان الأدومان المتلازمان على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين المبعوث رحمة للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم أما بعد مشاهدين الأعزاء سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامج قراءات في كتب السنة بسندنا المتصل إلى الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى قال وحدثنا يحيى بن أيوب وكتيبة بن سعيد وعلي بن حجر قالوا حدثنا إسماعيل وهو ابن جعفر عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فضلت على الأنبياء بست أعطيت جوامع الكلم ونصرت بالرعب وأحلت لي الغنائم وجعلت لي الأرض طهورا ومسجدا وأرسلت إلى الخلق كافة وختم بي النبيون هذا الحديث فيه زيادة أول هذه الزيادات قوله أعطيت جوامع الكلم أعطيت جوامع الكلم أي والمراد بالكلم هنا الكلم على الأصح وعلى الأرجح أنه مصدر وليس جمعا لكلمة فقد ذهب بعض اللغويين إلى أن الكلم جمع لكلمة ولكن الأصح أنه مصدر بمعنى الكلام بمعنى الكلام اليه يصعد الكلم الطيب شوف الصفه هنا جاءت مذكره آه ومفرده فلو كان الكلمه الكلم الكلم لو كانت جمعا لقال اليه يصعد الكلم الطيبه باعتبار انها جمع مؤنث جمع كلمه لكنه قال الكلم الطيب أي الكلام الطيب الكلام الطيب وهنا أيضا يقول أعطيت جوامع الكلم والجوامع معناه الكلام المختصر الذي يحمل من المعاني أمورا كثيرة وده ما عرف به العلماء البلاغة البلاغة هي الإعجاز في الإيجاز الإعجاز في الإيجاز يبقى الكلام يسير أو كلمات يسيرة ألفاظ بسيطة يسيرة ولكنها تحمل من المعاني الكثير ومن ذلك مثلا أسلوب التضمين مثلا أسلوب التضمين ده معناه أنك تحمل أو أن تضيف إلى المعنى الأساس أو المعنى الأصلي تضيف له بعض المعاني أو المعاني أخرى ونجد هذا من أساليب القرآن من, أس... من ظواهر الأسلوب القرآني فنجد القران يتميز بانه معجز معجز في بيانه معجز في تراكيبه معجز في خصائصه معجز في ظواهره معجز في طبيعته القرانيه لانه نزل باللسان العربي متحديا اساطين البلاغه واعيان الفصاحه من العرب فالنبي صلى الله عليه وسلم كان افصح العرب كان افصحهم لسانا وكان اعلاهم أعلاهم تعبيرا أوتيت أو أعطيت جوامع الكلم أي لم يكن في كلامه أو لم يكن كلامه هذرا بل كان كخرزات نظمنا أي انعقدنا في عقد في سلك في سلك زي الخرزات خرزات العقد كده العقد خرزات العقد نظمنا يتحضرنا يعني لو أراد العاد أن يعد كلماته أو كلام لفعل أو لأحصى يعني لم يكن يسرد الكلام سردا إنما إن كان ينحدر هكذا انحدار الخرزات ولو أراد العد أن يعده لعده فصاحة بلاغة حسن أداء وحسن صوت كمان لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه ما بعث الله من نبي أو ما أرسل من رسول إلا كان حسن الصوت حسن الوجه قال وإن نبيكم أحسنهم صوتا وأحسنهم وجها هذه حقيقة النبي صلى الله عليه وسلم كان أحسن النبيين وأحسن الرسل صوتا صوت صوت ندي رخيم و وكان أجملهم صورة عليه الصلاة والسلام فهنا من من أعظم الخصائص أنه أعطي جوامع الكلم الكلام المختصر الموجز الذي يحمله من الفوائد ويحمله من المقاصد شيء كثير ونصرت بالرعب بالرعب اي جعل الله من جنودي في الانتصار على اعدائي الرعب يقذفه الله في في قلوبهم فيفرقون يفرقون عندما عند المواجهه يفرون يفرون عند مواجهتي نصرت بالرعب واحلت لي الغنائم تكلمنا عن احلال الغنائم وجعلت لي الارض طهورا ومسجدا طهورا يعني الانسان اذا فقد الماء يتيمم من طهور الارض او من صعيد الارض آه ومسجدا بمعنى انه يصلي في اي مكان ادركته فيه الصلاه وارسلت الى الخلق كلهم او الى الخلق كافه هنا يشير الى عموم الرساله او الى عالميه آه الرساله فهو صلى الله عليه وسلم آه يعني مبلغ عن الله وهو مرسل الى العالمين وما ارسلناك الا كافه للناس بشيرا ونذيرا وما ارسلناك الا رحمه للعالمين فالنبي مبعوث او مرسل للعالمين جميعا بعد الفاصل سنواصل. <music> ارسلت الى الخلق كافه أه, ده معناه ايه؟ معناه أن كل نبي من الأنبياء أو كل رسول من الرسل قد حمل أمانة البلاغ لأمة معلومة المسؤولية هنا محصورة في البلاغ لأمته لكن مما يدل على عظمة تحمله صلى الله عليه وسلم أو عظمة اطلاعه بأعباء ما حمل أو بأعباء ما كلف أو بأعباء ما أنيط به من هذا الدور شيء عظيم وإنما يتخير للعظيم العظماء يعني عندما ينتخب إنسان ليكون رئيسا في بلد رئيس جمهورية غير لما ينتخب من أجل أن يكون حاكم منطقة ولاية من الولايات لما يعني تكون بلد فيها ولايات يعني ما واحد ينتخب ليكون حاكم بلد أو ولاية غير لما يبقى على رأس النظام الكلي طب النبي عليه الصلاة والسلام مش مبعوث للعرب فقط مبعوث للناس كلهم إلى الناس كلهم أبيضهم أسودهم أحمرهم أصفرهم مبعوث إلى مختلف الجنسيات إلى جميع البشر بل كمان مبعوث للجن لذلك جاء الخطاب موجها للجئ يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم بس الرسول بالنسبة للجن مش منهم الرسول هنا منهم بس على أنه بدلالة أصل الوضع بدلالة اللغة يعني رسول لغة وليس اصطلاحا وليس اصطلاحا إذا الدور هنا دور أعظم دور عظيم جدا كون النبي يبعث مش بس للعرب زي ما تصور بعض الكتاب كنت قرأت زمان في صحيفة أو في جريدة بعض الكتاب قال ان النبي ما بيبعوش للعرب بس وفي ذلك مصادره على النص القراني النص القراني بيقولوا ما ارسلناك الا كافه للناس اجمعين لكن هو فهمه من الايه في اول سوره ابراهيم وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه بلسان قومه قال بما ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث باللسان العربي اذا هم ابعث للعرب فقط واذا قصور في الفهم هو قصور في التناول ليه لأن الآية ما قالتش وما أرسلنا من رسول إلا بلسان أمته بل قالت بلسان قومه فلابد نفرق بين القوم والأمة بالنسبة للأمم السابقة أو بالنسبة للأنبياء السابقين كل أمة كل نبي تنحصر في قومه تنحصر في قومه إلى مديان أخاهم شعيبا إلى هود أخاهم إيه أو إلى عاد أخاهم هودا إلى ثمود أخاهم صالحا هكذا يبقى أمة كل رسول تنحصر في قومه إلا إلا النبي أمته لا تنحصر في قومه لأن قومه هم العرب فلما يقول وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يبقى صدقت الآية باعتبار أن القرآن أنزل باللسان العربي وهو لسان قومه لسان قومه لكن ده لا يلزم منه أن يكون أو أن تكون رسالته خاصة بالعرب أو موجهة للعرب فقط ليه لأن الله قيض لهذه الرسالة من يقوم بنشرها وتبليغها وترجمة المقاصد المقاصد فيها حتى المعاني القرآنية ترجمت باللغات الحية في, في العالمين في العالمين يبقى هنا ولذلك نجد هذا إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا في سورة هنا إن أرسلناك بالحق بشيرا وإن من أمة إلا خلا فيها نذير هل هذا يتعارض مع قوله لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لا يتعارض هنا بيقول لتنذر قوما ذكر القوم هنا لكن الآية الثانية بتقول وإن من أمة إلا خلا فيها نذير أي قد يخلو فيها النذير في أولها في وسطها في آخرها لكن النبي بعث إلى العرب إلى إلى قومه إلى قومه بعث فيهم بعث فيهم يبقى لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك الأمة العرب أما قوله وإن من أمة إلا خال فيها نذير لا يتعارض مع النص ده لازم نفرق بين الأمة لأن أمة رسول الله لا تنحصر في قومه بل أمة رسول الله تشمل كل من بلغته الرسالة أو كل من خوطب بعموم الرسالة أو فروعها وأصولها منذ بعثه الله إلى أن تقوم الساعة يبقى الكلام بإن النبي بُعث للعرب فقط بهذا الفهم آه وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه نقول ده فهم قاصر لإيه؟ لأنه ما ينبغي أبداً أن يقدم الإنسان فهمه في نص على نص قطعي أو صريح لأن قوله وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيراً ونذيراً هذا آه نص صريح هذا لفظ صريح قطعي فما يصحش ان انا اقدم فهمي في الايه الثانيه وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه ما يصحش ان انا اقدم فهمي في هذا على النص بل لابد ان اوجه فهمي او ان اتوجه في فهم النص الاول وما ارسلنا من رسول الا بلسان قومه لابد ان احمله على وجه يتفق مع بقيه النصوص ناخد بالنا من الحته دي ارسلت الى الخلق كافه ده صريح في انه صلى الله عليه وسلم رسول العالمين، وما ارسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا، الحديث متفق مع الآية، ومتفق مع الآية الثانية في سورة الأنبياء، وما ارسلناك إلا رحمة للعالمين، يبقى الآيتين الآية وما ارسلناك إلا كافة في سبق في سبق واللي في الأنبياء وما ارسلناك إلا رحمة العالمين متفقين تماما مع الحديث برواياته المختلفة بعثت إلى الناس كلهم كافة أي أيوة وكان من قبل إنما يرسل إلى قومه خاصة يعني كل نبي أو كل رسول سابق كان يرسل إلى قومه خاصة أما النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى كل الناس كافة بعد الفاصل سنواصل ثم قال صلى الله عليه وسلم: وختم بي النبيون ختم بي النبيون هنا لسائل ان يسال ليه النبي قال ختم بي النبيون وما قالش ختم بي الرسل او المرسلون سؤال وجيه هنعرف ايه العله فيه او الحكمه فيه ايه؟ اقول لكم الحكمه فيه ان في جماعه او طائفه من الطوائف اللي خرجت عن الاسلام قالوا ان القرآن بيقضي بان محمد خاتم للنبيين ولم يقضي بانه خاتم للمرسلين وده يقتضي او يلزم منه ان يكون هناك خاتم للرسل هيظهر بعد محمد. جماعه البهائيه او او القديانيه بيقولوا ان البهائي بيقولوا ان البهاء هو سيبعث في اخر الزمان البهاء على انه خاتم للرسل او المرسلين. بيقولوا حتى القرآن بيثبت ان محمد مش خاتم للرسل، خاتم للنبيين بس. طبعا الكلام ده يدل على الجهل او يدل على السطحية في الفهم. ليه؟ لأن لابد أن نعرف بأن الرسالة من سنخ النبوة، بمعنى أن النبوة أعم من الرسالة. أعم يعني بمعنى ايه؟ أن كل رسول بالمعنى الاصطلاحي كل رسول لابد يكون نبي. وليس كل نبي رسولا باعتبار ان كان في انبياء بس لم يرسلوا لم يكونوا مرسلين او لم يكونوا من الرسل انبياء بس والنبي هو من يعمل بشريعه غيره او من يبلغ شريعه غيره لكن الرسول هو صاحب رساله صاحب شريعه صاحب كتاب هكذا فهنا القرآن ليه قال ما كان محمد أبا احد من رجالكم ولكن رسول الله هو خاتم النبيين زي ما النبي هنا قال ختم بي النبيون ما قالش المرسلون. فالقرآن بيقول وخاتم النبيين ليه ما قالش خاتم المرسلين؟ أقول لأن ختم الرسالات لا يلزم منه انقطاع النبوات بل تظل النبوة مستمرة ممكن ختمت الرسالات خلاص ممكن يجي بعد الرسول بعد ما ختمت الرسالات ممكن يجي أنبياء فلكي يقطع هذا الطريق على كل مدعي يدعي النبوه قال ختم بي النبيون يعني ما فيش نبي بعدية يعني ما يجيش واحد بعد كده يقول لكم انا نبي فضلا عن ان يقول انا رسول لانه الرساله لا تثبت الا بثبوت النبوه والنبوه انقطعت يبقى لا يمكن ان يكون هناك رسول يبقى نقدر نقول بانقطاع او بانتفاء العام اللي هو النبوه ينتفي الخاص ينتفي الايه؟ بانتفاء العام اللي هو النبوه، ينتفي الخاص اللي هو ايه؟ الرساله التي هي من سنخ النبوه هي من سنخ النبوه، فاذا انقطعت النبوات به صلى الله عليه وسلم يبقى بالاحرى الا رسول بعده لانه لا يمكن ان يكون هناك رسول من غير ان يكون نبيا وقد انقطعت النبوه بنبوته عليه الصلاه والسلام، فهمنا الحته دي مهمه عشان نرد بيها على هؤلاء الذين يشغبون علينا بذكر هذه الشبهة يقول لك ليه ما قالش وخاتم المرسلين هو لو قال وخاتم المرسلين يعني معناها الرسالات ختمت إنما لا يلزم من ختم الرسالات انقطاع النبوة بل تظل النبوة في... فيجي لنا واحد النهاردة وواحد بكرة وواحد بعد يقول أنا نبي وده بيحصل إذا كانوا إحنا في أمة رسول الله إحنا في أمة رسول الله اللي هو خاتم النبيين وبيظهر ناس مأفونين أو عندهم شيء في عقولهم يقول لك أنا نبي يدعي النبوة النبوة منقطعة لذلك تجد النبي حريص دايما يقول ايه ختم بي النبيون شوف الكلام دقيق النبي بيختار اللفظ الذي يعني يتحرر به المعنى دون ان ينخرم دون ان ينخرم كان ممكن يقول ختم بي الرسل او المرسلون لكنه لم يقل ذلك ختم بي النبيون وايضا عندما قال في حديث الصحيحين حديث جبير بن مطعم ان لي اسماء انا محمد وانا احمد وانا الماحي الذي يمحو الله به الكفر وانا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وانا العاقب الذي لا نبي بعدي ليه ما قالش لا رسول؟ لو قال لا رسول بعدي يبقى افاد هذا الكلام انقطاع الرسالات وعندما تنتفي الرسالات لا يلزم من هذا انتفاء النبوات قال وانا العاقب الذي لا نبي بعدي وفي حديث اخر مثلي ومثل الانبياء أو الرسل كمثل رجل بنى بيتا فحسنه وجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين ما قالش خاتم المرسلين برضك مراعاة لهذا المعنى وأنا خاتم النبيين أي لا نبي بعدي فإذا لم يكن بعدي نبي فبالأحرى أن لا يكون هناك رسول لانه لا يمكن ان يكون هناك رسول الا اذا كان نبيا. الا اذا كان نبيا فلنفهم او لننزل هذا الكلام على هذا التحليل او على هذا البيان وهذا التفصيل يبقى من اعظم خصائص النبي صلى الله عليه وسلم انه بعث معقبا ولا تعقيب عليه اي لا ياتي احد من بعده ليتمم امرا لم يؤديه صلى الله عليه وسلم بل هو عليه الصلاه والسلام المتمم والمكمل ولذلك جاءت رسالته او جاء هو مهيمنا على من كانوا قبله مهيمنا ومصدقا بس التصديق التصديق يكون في ايه في الاصول على الاصول ما هو واحد يقول ازاي ازاي ان الشريعه المحمديه او الرساله المحمديه جاءت ناسخه للشرايع في حين ان القران بيؤكد ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث مصدقا لما بين يديه فكيف يكون مصدق مع كونه او مع كون شريعته جاءت ناسخه نقول ان نسخ للشرائع وليس نسخا للدين الذي هو الاسلام بالنسبه لكل اصحاب الشرائع فالدين الاسلام ان الدين عند الله الاسلام اي بالنسبه لنوح ابراهيم موسى عيسى محمد الدين الاسلام بمعنى الاصول بمعنى العقيده بمعنى الثوابت المشتركه لكن النسخ يكون للشرائع التي قبله وليس النسخ فيما يتعلق بتلك الاصول بل الثبوت الثوابت او الاصول مشتركه وثابته هذا وبالله التوفيق وصلى الله على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته